هل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الله ورسوله؟ وهل يمكن لأحد أن يترك الصلاة على النبي؟ أليس سيصلي؟ في خارج الصلاة ما هو لازم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ليست بواجب، حتى في الصلاة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ركن، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول سنة، عرفت؟ لكن لا أظن أحد يحب الله ورسوله يدعو الصلاة على النبي أبدا. نعم، إذن هي ليس ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة ليس أذية لله ورسوله. نعم.